من ولاية النعامة إلى ولاية المسيلة، حيث عاد الموالون بأسواق الماشية بالولاية لمزاولة نشاطهم تطبيقا للإجراءات المتخذة لأجل رفع الحجر الصحي تدريجيا. عودة أكد الموالون على ضرورة إرفاقها بإجراءات الوقاية اللازمة من كورونا. التفاصيل في هذا التقرير لسفيان قودري. بعد قرار الحكومة الأخير، ها هي أسواق الماشية تستأنف نشاطها من جديد، عودة كانت وسط إجراءات مشددة بسبب جائحة كوفيد-19 وترحاب كبير من الموالين بعد توقفهم لأشهر. يا خيرك يا ربي، المهم نتقوتوا، كي العذر درتوا لنا الصروم هذا تحيي وهنا قبل شوية، هذه هي نقولها لخويا. سوق درك راه للمجتمع كل، واللي يخطى السوق واللي كاين المواله والفلاحين وسمو عندهم مساكن باش يستسقوا. يلتزموا الناس راها مساكنه لا غالب، لازم يلتزم بالوقايه، لازم اجباري والوقايه مليحه ليه وللمجتمع الناس الكل يعني. دخول السوق كان بتوزيع الكمامات والمعقمات بمبادره من المصالح الفلاحيه والشركاء في الميدان، ليأتي الدور على أفراد الدرك الوطني لمراقبة مدى استجابة الموالين لشروط الوقاية. قامت مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة بعدة نشاطات، من بينها يوم تحسيسي قبل فتح الأسواق مع مختلف شركائها من الغرفة الفلاحية والمجالس المهنية ومصالح بلدية ومصالح الدرك الوطني. اليوم الأول من السوق وجدنا تجاوب كبير من الفلاحين والموالين. الالتزام بالتوجيهات الوقائية شرط لإعادة بعث نشاط بيع المواشي، هي الرسالة التي فهمها الموالون ويسعون للتقيد بها من أجل الحفاظ على صحتهم من جهة والحفاظ على نشاطهم من جهة أخرى.